أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كتاب التوحيد للصف الثالث الثانوي عند درس الولاء والبراء كتب في الكتاب بين قوسين حكم تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم، فهل ننبه على عبارة غير مسلم أنها خطأ وأننا نسميهم كفار؟ قوله تعامل هذا أشد من مع غير المسلم. التعامل يعني يطمس اسم الولاء والبراء ويحط بدله التعامل. التعامل ليس محرما، يجوز تبيع وتشتري مع الكافر، يجوز أن تؤجر الكافر. التعامل ليس محرما بين المسلمين والكفار، ولكن المحرم الولاء والبراء. فلماذا يطمسون الولاء والبراء ويجعلون شيئا ليس بديلا عنه وشيئا جائزا مباحا؟ لكن هذا من الجهل أو من الهوى والعياذ بالله، فلا بد تعدل العبارة كما كانت. نعم.